العالمين. تعتزم كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت تنظيم فعالية الملتقى السنوي الثاني تحت شعار طفولة نحو مستقبل أفضل، وهو تحت رعاية كريمة من معالي الشيخ سلمان صباح السالم الحمود الصباح وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب. راح يقدم هذا الملتقى في الفترة من الثاني حتى الرابع من شهر يونيو. يا محمد، وللتعرف أكثر على هذا الملتقى يسعدنا أن نرحب بالزميلة والأستاذة بدور العيسى محاضر حول دور العلاقات العامة وفي القوانين المتعلقة بالطفل ومراقب برامج الأسرة والطفل بتلفزيون الكويت. أسعد الله صباحك أستاذة بدر. أسعد الله صباحكم وصباح المشاهدين، وجميلة هالابتسامة سلمت لأنها تحمل يعني عدوى إيجابية احنا نسميها إن شاء الله، واللي هي ضرورية للطفل لما الأهل يبتسمون الصبح يقومون نشيطين يعملون عدوى إيجابية للأبناء والأطفال عموماً. صحيح. علشان ينشطون كذي. الجميل عطائك أستاذة بدور في اختصاصك وأيضاً عملك واهتمامك الكبير في الطفل، لأن الطفل هذا هم شباب المستقبل ورجال المستقبل وهم رجال الوطن الحقيقي. تربية الأسرة أكيد. نعم. طبعاً نرجع نقول تربية الأسرة. صحيح. البيت هو الأساس. صحيح. شعلموك عليه شربوك عليه أنت واجهتهم بالتأكيد راح تستمر. أكيد. نعم. صباح التألق مجال. صباح الجمال. صباح الأمان. سلمت يا رب. احنا بصراحة وايد فاقدينك أستاذة بدور، ودائما أحب أشوفك أحب أشوف إنجازاتك، ويمكن ما نلاقيك وايد لكن نلاقيك عبر تلفزيون الأطفال اللي دائما ينور تلفزيون الكويت. دائما تبرزين مجموعة جميلة من الأطفال وتهتمين بهذه الشريحة بشكل كبير، وخرجتي مذيعين وإعلاميين تحت يدينك كانوا ما شاء الله وصاروا مشهورين. الحمد لله هذه أمانة. صحيح. والإنسان لما يعمل ما يعمل بس لإسمه. صحيح. يعمل لوطن يعيش فيه. أكيد. هذا اللي تربينا عليه من أجيالنا، سواء كان قلت لكم الأسرة أو المدرسات أو حتى الشخصيات اللي فقدناهم الآن الله يرحمهم. الله يرحم. لما التحقنا بالعمل أو بالجامعة هم اللي علمونا. صحيح. نعم. اللي علمونا معنى العطاء. حلو أستاذة بدور. عطاء قلت لك شهادتنا في يعني مجروحة كنا زملائك في الوزارة، لكن خلينا نتكلم شوي بالملتقى السنوي الثاني اللي تحت شعار طفولة نحو مستقبل أفضل. نعم. شعار جميل ومستقبل ينتظر هذا الطفل أيضا وتنشئة واهتمام منك حق هذا الطفل، تكلمين عن هذا الملتقى. حقيقة الملتقى تقيمه جامعة الكويت وبشراكة مع اللجنة الوطنية لحماية الطفل واللي تبنتها وزارة الصحة، أيضا بشراكة مع مكتب الإنماء الاجتماعي في مجلس الوزراء، وهذا كله العمل الجماعي دائما يصب في مصلحة الطفل. صحيح. الطفل الآن أصبح في أقطاب كثيرة، يعني أصبح التربية موضوع التربية ليس فقط الأسرة وليس فقط المدرسة، كان أول مصادر أو وسائل التنشئة الاجتماعية والثقافية كان الأسرة والجيرة والشارع والنادي. صحيح. والمدرسة. صحيح. الآن دخلت علينا وسائل جديدة أخرى افتراضيا. صح القول. وهذه الوسائل للأسف أصبحت ذات قطبين خطيرين. صحيح. يعني القطب الإيجابي احنا نتمناه، ولكن في قطب سلبي وقاعد يتسارع ويتنامى. هذا اللي بيرني حق سؤال أستاذة بدور، يعني احنا في زمن نقول الطفل قاعد يعيش طفولته الحقيقية ولا انه بعيد تماما عن طفولته وتجرد عنها، يمكن كبر بعمره كبر بفكرة من خلال هذه الأجهزة. احنا شوفي عمرنا ما سمعنا اول طفل يقول راسي عورني. أي صحيح. أو ضيقت خلق. أي. أو مليت. صادق. الآن الأطفال أف وين أروح شو أسوي اكتئاب ضيقت خلق. نعم. صغار واكتئاب. راسي عورني ما لي خلق. صحيح. أول إحنا كنا بنشاط دايم. صحيح. نقعد الفير ننام بكر. الآن بتواجد أول شيء الرتم السريع. صحيح. حالة القلق العامة طبعا الطفل ليس بمنأى عن المحيط العيشة. نعم. وبالتالي حالة القلق العامة اللي يعيشها المجتمع سواء الدولي أو الإقليمي أو المحلي. حلو. بجانب آخر أن يعني الطفل أصبح في تعامل مع أجهزة التقنية أجهزة الأجهزة الذكية. حلو. صحيح. وبالتالي أصبح عنده حالة توحد قسري. نعم. فرضها على نفسه. حلو. ارتباطه بهذا الجهاز حقيقة هو جهاز جميل
ولكن لعين مدمر. صحيح صحيح. اكيد بلا شك مدمر لقضايا كثيره. حل. انا ما عادش فيها احنا عفوا بس اسمحي لي، احنا بنتوسع ونتشعب في موضوع الطفل اكثر واكثر، نبي الملتقى. الملتقى إيه؟ الملتقى بناء ما هذا يعني هم ليش نحو مستقبل افضل. حلو. افضل لان شافوا ان الاجهزه هذه واللي ما هو موجود خلى الطفل عنده حالة توحد قصري عدواني. حالة من يعني بحاجة إلى المساعدة. نعم. الطفل يعني تحاولون من خلال هذا الملتقى تصنعون مواجهة. أيوة. ضد العولمة الدخيلة. عشان كذي صار في تقسيم للمحاضرات. حلو. يعني في محاضرة اللي هي بالنسبة للعلاجات النفسية والاجتماعية. صحيح. كيفية الاستماع للطفل. هذه قضية جدا مهمة. مهمة صحيح. عندنا دور الإعلام بالنسبة للطفل. نعم. عندنا موضوع آخر كيفية التعامل مع السلوكيات. هذه هي المواضيع اللي راح تناقش من خلال اللي راح تناقش اللي هي من اثنين إلى أربعة. إلى أربعة. طبعا المحاور أول يوم راح يكون الافتتاح. وفي أيضا يعني مسوي نحن عرض من فريق تلفزيون الأطفال. صحيح. عن حقوق الطفل. حلو. مربوط بأغنية وأداء استعراضي. حلو. إن شاء الله. وبعدها ننتقل إلى المحاور اللي راح يناقشونها والضيوف اللي جايين طبعا لهم خبرات كبيرة في هذا المجال. أنا بتطرق معك أستاذة بدور حق خلنا نقول عناوين الحلقات. نعم. النقاشية أو المحاضرات اللي راح تكون من خلال هذا الملتقى، لكن بعادل وهنادي وروني هذه اللقطات عشان أسأل سؤالي حق الأستاذة بدور. تتفاوت أساليب الأهل في ضبط تصرفات أولادهم، فمنهم من لا يعتمد إلا على العقوبة التي تتراوح بين الشدة واللين، ومنهم من لا يعترف بهذا الأسلوب ويعتمد إلى إدارة أمور أولاده بدون أي معاقبة. ومن الطبيعي أن تأتي أساليب الأهل مع أولادهم كانعكاس لطريقة التربية التي تلقاها الأهل بأنفسهم، فبعضهم يكون قد تعرض من وقت لآخر لعقوبة من والديه فاعتقد أنها تشكل نهجا قويما للمعالجة أو وقع في ردة الفعل ففرض هذا النهج بالكامل، وبعض الأهل كان يتلقى من والديه الإرشاد الإيجابي وحده فغلب عليه الظن أن في وسعه ممارسة الشيء نفسه مع أبنائه، والمهم أن هناك من يغالي في عقوبة أولاده وهناك من يعتدل وهناك من يرفض هذا الأسلوب، فأيهم على حق؟ أقصى عقاب والله الضرب بالعصاية. بوكس. انحبست في التواليت طفولتي الحمد لله ما لقيت أي عقاب والله، ما من يعني ما موته من بعيد. من الوالد. من أخوي. من الوالد. ملك الدنيا. سكت السيارة وأنا صغير. طلعت بدون ما أخذ إذنه. لا أقصى عقاب إحنا اللي أعمارنا 40 أو بالأربعينيات من العمر عندنا نوعية خاصة من الأهل، فالعقاب يتنوع بنوع الجرم نفسه. أقصى عقوبة زعير إذا خطأ لازم يتكتل، إذا عمل شيء لازم يخاف، لازم يشوف شلون يعني المعيشة بتاعته عشان تعرف تحكم العيل بكرة. أنا عن نفسي صراحة يعني كان عندي أب يعني عليه رحمة الله كان قاسي، بس يعني بنظراته أنا أخاف أكثر من حركات يدينا إذا طقني كذا. يعني تعرضنا لأشياء وايدة. هذا بالنسبة لأقصى عقوبة أنا يعني أحسها بنفسي، يعني العقاب اللي أجهله أحسن يعني أخاف منه أكثر من العقاب اللي يعني أعرفه. لا أنا ما عاقبت عيالي إلا كله يعني أعطيتهم قلب الطيب والحنون والحمد لله، يعني أسأل أم اللي ما حد سوى مثلها أنا سويت لهم. قد يقع البعض في عقابه لأبنائه إلى حد الإساءة سواء اللفظية أو الجسدية، وظاهرة الإساءة هي مصطلح استخدم حديثا ليشير إلى ردود الأفعال المباشرة وغير المباشرة التي توجه نحو الطفل بهدف إيقاع الأذى النفسي أو اللفظي أو الجسدي أو الجنسي الذي يترك آثارا سلبية على نموه الجسمي والنفسي ويعيق تطوره ونماءه. يمكن شفنا هذه اللقطات مشاهدينا. سبب دور العنف يعني مشكلة صامتة جدا وتكون ما بين جدران البيوت،
وما ندري عنها شلون الأب ولا الأم يتعامل معي. في ناس جاسية بصراحة، عندها أي شيء تحذف أو تطق في أسلوب معين ممكن أنها تقتل شخصية. شلون راح تعالجون هذه الأمور من خلال هذا المحتوى؟ إذا سمحتوا لي تفضلك. أنا بس بعلق، شفتوا المرأة اللي قالت بألم وأسى؟ صحيح. نعم. أنا أحس أن استرجعت بشريط سريع صحيح. كل حالات الألم اللي تعرضت لها. سبحان. سؤال يعني بسرعة بسرعة. نعم. والنبرة الحزينة والألم صحيح. بادي عليها صحيح. طبعا حالات الضرب والعنف، طبعا احنا عندنا نوعين من الإساءة. حلو. إساءة لفظية وإساءة بدنية. بدنية. الإساءة اللفظية يمكن البعض يفتكر يعني مثل الكلمات السب أو التجريح تحقير. أو الكلمة اللي هي تحقر من قيمة الطفل أو من قدراته، وما يدرون أنهم قاعدين يهدمون شخصية في هذه الحالة. هذا هو. يمكن البعض يرى يقول طيب أنا شلون أحل الموضوع. حلو. يعني صحيح. إذا كان لا تخانق الطفل، لا تكلمه، لا تقول لا لا، إحنا ما نقول كذي، لكن نقول أن معاملة الطفل تحتاج إلى روية. صحيح. نعم. الطفل ذكي جدا. حلو. يعني أنت لما تيجي تقول له، إحنا على طول على طول لما الطفل يتصرف تصرف خطأ نقول له ليش سويت كذي، الطفل على طول الحيل الدفاعية تشتغل عنده. صحيح. وبالتالي يوجد مبررات. يمكن وياخذك بعيد. يعني. يوديك غرقك بغبة ويرجعك. أيوة. نعم. صح. عرفت شلون؟ السؤال أنت يعني تسعون من خلال الاهتمام في جانب الطفل إلى تحويل مفردة معاقبة إلى محاسبة. يعني لو إذا عندنا واحد من العيال أو اليهال غلط بشيء، مو شرط أن يعاقب على طول، ممكن أحاسبه أقول إيش سويت. هي مو بس محاسبة، مو محاسبة، هي تفهم لماذا صدر هذا السلوك. ليش؟ ليش؟ بس ما هي أقول له ليش أنت سويت كذي؟ أي قاعد تفهم؟ صح. بعدها ما يصير يعني الطفل قاعد يغلط وروح ألمه وأقول له ليش سويت؟ لا لا العفو، يعني أنا ما ألمه ولكن فتح باب الحوار. أوكي. لأن نتيجة العنف الآن، لأن ما كان في باب حوار. صحيح. من الصغر. يعني على طول لما تشوف الحين مثلا طفل قام بسلوك خاطئ. صحيح. كسر، ضرب أخوه، احنا على طول يا اما نكون مشغولين انا اوريك تهديد. وامشي تهديد اي، او ان اقطع عليه كلمه واطلع واتركه حاير. حلو. الطفل لازم افهمه ان هذا السلوك غلط مؤذي، وهذا السلوك اللي قمت فيه لان انت ما ترضى انك تتعرض للضرب، ليش تضرب اخوك؟ صحيح. او ان هذا ما هو موجود انت كسرته، اذا انت بتوجد البديل. اذا انا وفرت له في نقطه، اذا وفرت له سبل الامتاع خارج ما محيطي اللي اخاف عليه. حلو. صحيح. استاذ بدر، عندي سؤال. قبل شوي تطرقتي حق احد المشاركين باستطلاع. نعم. الراي بخصوص هذا الموضوع، ذكرت المره العوده اللي. نعم. ردت كان جوابها بألم. في بعد جواب انا لفت نظري ووقفني عنده، اللي يقول انا قبل الوالد لما يطالعني بعينه أخاف. نعم. ويربكني. نعم. كثير الحين. نعم. كأن هذا صار في انعكاس وفي تغيير بالوضع الحالي الحين. انعكاس رأي شاكسة أصلا بالنظرة. أنا أقول لكم ليش، لأن أصبح مثل ما قلنا أن الأجهزة الذكية صحيح. أتاحت مجال أن كل من يقول، يعني بعضهم يتكلم بأسلوب لا يرقى إلى في ما في رقي. حلو. وبالتالي من أساء من أمن العقوبة أساء الأدب. نعم. أوكي. بالتالي أي إنسان، الطفل الآن مشارك في هذه المواضيع. لما يشوف إنه مخالفة مرورية ما تعاقب، إنسان أخطأ ما تعاقب. لما يشوف والديه نفس والديه. صحيح. صار بينهم خصوصا المشاكل الأسرية. حلو. لما يشوف الأب يضرب الأم أو الأم تضرب المستخدمة في المنزل. صحيح. أو يشوف أنها أهانت عامل، يعني البيئة طبعا. هو يستقي من بيئته، هو من بيئته. الطفل إحنا كلنا أبناء بيئتنا. صحيح. وبالتالي عندما يستقي هذا ويتشربه يحس أنه ما في عقاب، الأمر عادي. حلو. أستاذ بدر قاعد توديني حق سؤال الحين، هذا في حال أن الولد أخطأ أو غلط بشيء وإحنا قاعد نحاسبه، زين في بعض الآباء يعني يقول حق ولدي إذا أنت بالمدرسة بالصف واحد طقك طقة. زرع النزعة الشرية. طبعا هو مو بس يعني مو بس الأسرة للأسف، حتى في المدرسة. يعني المدرسة المفروض لما يصير خلاف بين اثنين في أخصائي اجتماعي، ما المفروض على طول
يشعرون أن في حالة عقاب، ولازم يتفهم هذا الطفل ليش قام بهذا العقاب. صحيح. حلو. ويتفهم الطفل الآخر، لأن في أطفال ضعاف الشخصية. صحيح. وبالتالي ضعفهم ناشئ من ما في حوار داخل البيت. بالضبط. فيغلب على أمرهم حتى في المدرسة. أيوة. فيصير تنمر داخل المدارس ونظام العصابات. هذا مما أتاحه ما هو موجود بالإعلام. صحيح. وهو موجود في واقعنا. صحيح. وما هو موجود بالسينما وبالأجهزة الذكية. قاعدين يستقون هم أصلا أساسا يعني وضعهم أو شخصيتهم من خلال هذه الأجهزة. هذا بدور يمكن حقوق الطفل قانون سن، وتسن كثير من القوانين، ووافق عليه مجلس الأمة عندنا يعني بفضل الله، وثم الدكتورة سهام الفريح. بس أنت ملاحظة أن هذه القوانين قاعد تطبق؟ احنا نسن القوانين ونوقع ونعتمد، لكن هل مطبقة على أرض الواقع؟ من 1928 هناك إعلان لحقوق الطفل إلى سنة 2001 اللي هو الوثيقة اللي تمت بالتعاون مع جامعة الدول العربية والمختصين في هذا المجال. صحيح. وأصدروا وثيقة لها إطار محدد، هذه الوثيقة ضمنت في الأمم المتحدة. صحيح. وأيضا هناك ميثاق لشرف لأفلام الأطفال. صحيح. قضايا حقوق الطفل مرت بمراحل كثيرة. كثيرة. صحيح. 59 وحماية الطفل وحق الطفل، لكن للأسف وأنا بتكلم بواقع أليم حقيقة. حلو. يمكن إحنا شطار نتكلم في قضايا ورقية واجتماعات. حلو. ولكن نجي حق التطبيق ما نشاهد تطبيق. يعني حقوق الطفل يجب أن تطبق في كل المجالات. هي موجودة. موجودة. هي موجودة. إحنا شاطرين نحط قوانين. لا لا، إحنا شاطرين حتى بتفعيل القوانين. زين. لا ما يخالف، اسمح لي. تفضل. يعني إذا من سنة 59 الإعلان العالمي لحقوق الطفل. حلو. ودائما في المؤتمرات، وكل مؤتمر نفس المحاور ونفس القضايا إلى الآن، من 59 إلى الآن. حلو. نناقش كيف نفعل حقوق الطفل. صحيح. كيف نحمي الطفل؟ احنا يعني المفروض مراحل. يعني حكومة الكويت الرشيدة كفيلة وتكفل الحياة حتى الإنسان الرجل. ما يخالف، اسمح لي. نعم. ما يخالف، احنا بنتكلم بس احنا ما على الكلام احنا عندنا تجريح او تعنيف للطفل بمجتمعنا الكويتي. ملاحظة. ما يخالف، بس احنا وايد مدلعين يعني. احنا ترى الدلع قطبين. ها. ايه. بالضبط. ترى القطبين الايجابي يعني، ما عندنا تعنيف. ما يخالف، بس الايجابي والسلبي. صحيح. لا نقبلهم. هذا واحد. اثنين، لما نتكلم عن حقوق الطفل، اوكي، تقول لي الطفل مرفه هني، احنا ما نقبل بالترفيه. ايضا بالترفيه ممكن يؤدي الى مساله مو زينه. صحيح. انا اقصد الترفيه، مو الترفيه اللي هو انك توفر للالعاب والحدائق. تقصدين الرفاهيه. زين. هذه الرفاهيه لا نقبلها. احنا يجب ان نؤكد على العمل الايدي العامله. صحيح. الايدي العامله، احنا اهلنا كانوا يشتغلون. احنا اهلنا بنوا الكويت بيدهم. لابد نأسس هذا. هذه نقطة مهمة. صحيح. النقطة الثانية، يجب أن يكون الإعلام للطفل موجه. صح. موجه صح. ناس مختصين. صحيح. عندنا هني على مستوى الوزارة. لو كل من يا ونجر ما ظل بالوادي شيء. راح الشجر. زين. احنا بنتكلم اكثر، لان انت ما شاء الله قاعد تحكين بضمير وبحرقه، احس كذا انت مختصه. ايه. لو بنتكلم يعني شوي على الملتقى اللي راح يكون ان شاء الله بتاريخ 2 الى 6، من 2 الى 4 6 هذا الشهر الجاي ان شاء الله. في ورش عمل هناك مختصه على هامش هذا. في ورش عمل، وفي ضيوف راح يجون من خارج الكويت ان شاء الله. وراح تكون الدعوه عامه. دعوه عامه. سبب دول. يعني مثلا الدكتوره بنا راح تكون عندنا من البحرين، الدكتوره. حلو. اسماء الابراهيم. من الاردن. حلو. الدكتوره عفراء، الاستاذه عفراء من الامارات. نعم. حلو. في عندنا من جمهوريه مصر العربيه راح يكون متواجدين. حلو. بالاضافه الى الدكاتره والاساتذه. نتمنى الافاضل كل اللي راح يتكلمون. وبصراحه هي دعوه عامه اللي حاب يحضر ورش العمل. صحيح. واتمنى ان التلفزيون اكيد راح يسجل. يسجل يسجل المحاضرات هذه ان شاء الله. انت مراقبه هاي بعد ان شاء الله. تتسجل، لان احنا بحاجه. صحيح. الى مثل هذه المحاضرات. الحكي معاكي هبل استاذ والله، وما يخلص لانك مختصه والواحد يستقي منك. تعرفين بصراحة. احنا نتمنى بصراحه، يعني قضيه يمكن لما ذكرتوا ان احنا الطفل عندنا كل شيء متوفر له، احنا ما نبي كل شيء يتوفر له
ونبي كل شيء يتوفر له. بالضبط. هذه معادلة صعبة. نبي يعرف شلون يستخدم اللي يتوفر له بطريقة صح. يعني محتاجين مكتبات ولا تقولوا لي آيباد، محتاجين كتب ومكتبات، محتاجين مسرح متطور. صحيح. محتاجين قناة للطفل. محتاجين أكل صحي للطفل. الأكل وايد يأثر. أكل صحي. محتاجين في التربية. صحيح. منهج يبتدئ في الابتدائي وكأنه في بيته، وينتقل إلى المتوسط لاكتشاف الإبداعات، وتصير جامعات متخصصة. صحيح. واحد مبدع في الفنون ينتقل فنون. صحيح. مبدع في الرياضيات ودون رياضيات. صحيح. ولكن أدرسه كل المناهج ودرسه على كيفي، وهو عنده اهتمام. جان جاك روسو كاتب قصص الأطفال. نعم. كان متسرب بالمدرسة، أبدع. كارنجي نفس الشيء. صحيح. ولكن حصل، صار له جائزة. كل واحد لقى ذاته في شيء. نعم. معين. إذن إحنا نقول ابحثوا عن الإبداعات من الطفولة. من الطفل. إن زرعت تحصد. أكيد. أستاذة بدور الحكي معاكي يهبل والله، وأريد أكررها لأن ما شاء الله مختصة فعلا في الطفل وعالم الأسرة. يمكن حكينا عن الأكل وطبيعة الأكل، معانا الشيف جميلة، والشيف جميلة أكيد أم وعندها أطفال وربت ما شاء الله يعني، وربي حفظ عياله. شيف جميلة، الأكل اللي قاعد يصير حاليا شيف، الأندومي والحلا والمواد الحافظة وهذه كلها اللي تهيج الأطفال وتعطيهم قوة، تعطيهم طاقة مو طبيعية بفترات معينة، هذه كلها لها تأثير من خلال بيئة الطفل. كونت شيف، شنو ممكن تقولين في هذا المجال؟ أول شيء طبعاً أنا أقول الحين دائماً أول ستيب أقوله، العوائل الحين الناس صار عندهم وعي، يمكن في نسبة قليلة يعني. صحيح. صار الكل على قول الدكتورة قالت توا أن الآيباد والأشياء هذه. صحيح. المعلومات، الأجهزة الذكية، كل مكان يطلع. صار أنا متأكدة لأن من خلال شغلي، من خلال دورات اللي أشوفهم وأشوف الناس محتكة فيهم، وايد خففوا هالأشياء هذه. طبعا هالشركات إعلانية هذيلا، شركات. صحيح. تحط لك شكل الأندومي وهو طالع كذي وهو حار وسهالته يعني إحنا الكبار نشتهي بعض الأحيان. إحنا نقول، لكن دائما أقول إنه صار في وعي. زين الشيف جميلة، تمنعين أبنائك من هذه الأكلات وحمايتهم؟ والله شوف أنا داعي. أقول يعني دائما أقول كلمة، أقول يعني أكون ما أكون غير صح صادقة في كلامي إذا أقول ما كلوا، ما أكون مثالية يعني لهالدرجة. ما لحق ما لحق يمكن يعني. أيوة عفي عليك. الموج ياخذهم. اي قبل كنا انا مثلا بناتي مثلا عندي واحده شويه الحين شويه وزن زايد، هذه اتذكرها كانت تاكل امها شيف بعد اكيد تصير وزنها بالضبط. الحين انا الحين هي الحين اوكي يعني شويه، بس انا كأم بالضبط يعني والله يعني صدق كل شيء نخلي حقهم تنسيق. ترى بعض الأحيان صحيح تنسيق، مثلا لما ولدك ولا بنتك من هي صغار تقول سويتي مرق لحم في جزر، لا 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 تحطين جزر، ما يأكلون جزر. لا أنت لازم تعودينهم على الأشياء يعني قصب، لما يحطون هم من الصغر يشوفون. أنا بناتي من هم صغار يأكلون سالمون. صحيح. حلو شيف جميلة. يمكن أستاذة بدور مو مطبوخة اللي هاك إن شاء الله. أستاذة بدور عندها مداخلة وياك أحس كذي. إيه بس معلومة، تدرون الرئاسة في أمريكا تتدخل في التغذية في المدارس؟ الرئاسة الأمريكية؟ الرئاسة الأمريكية تتدخل في نوع التغذية في المدارس. هذا جانب. أجيالها هذه طبعاً. إيه؟ لازم بتبنون باكر. إيه؟ فكروا بالأطفال، فكروا بالمستقبل. صحيح. النقطة الثانية يمكن تقول الشيف أن الجزر يوخرونه. إحنا لازم نعلم أطفالنا. إيه؟ كيف الخضار هذه ندمجها مع بعض. بالضبط. في البداية نخفيها. صحيح. ولازم نعلم أطفالنا على اتخاذ القرار بشنو تحب تاكل. صحيح. وأنا يعني علم شنو ياكل أنا عشان أحبها. الدياية نفسها. صحيح. تبيها مقلية ولا تبيها، هو يختار. وكذي إحنا نوجه. حلو. قلبك على الطفل، شايل هم طفل الكويت، شايل هم الوطن. يا سلام. أكيد. شايل هم الوطن. أيوة. الوطن ما عليه خلاف ما دام أبونا أبو ناصر موجود. طبعا. أي والله طبعا. الله يحفظ. ما في خلاف، بس الواحد شايل هم الوطن. صحيح. لأن هالأجيال هي المسؤولة بقى. أكيد طبعا. هذا شيء جميل وراء حب عيال الديرة للأجيال، للديرة نفسها حتى تنبني الديرة صح، ويستثمر فيها الإنسان بطريقة صح. أستاذة بدور العيسى شكرا لك جزيلا. يمكن بقول أنا خبر حصري حق مراقبة الأسرة والطفل. برمضان عندكم تشيس قرقعان على بلاس ولا شيء؟ بنروح نقرقع عندهم احنا على بلاس. معنا طبعا بطبيلة ومعنا ممثلين راح يشاركون ان شاء الله. حلو.
وسنة جوه غير كمان في جو دراما حلو. وراح يكون الساعة من الساعة 9 إلى الساعة 10 على بلاس مسابقات وجوائز. موفقين إن شاء الله. تعودنا عليك دائما بالزين والعطاء الجميل من وجودك في شاشة تلفزيون الكويت إلى إن شاء الله على طول. تأكدي مدام في دعم من القيادة بالتأكيد راح يكون في إنجاز أكيد. شكرا لك أستاذة بدور العيسى، تشرفنا بوجودك معنا في صباح الخير يا كويت. شكرا لكم وعلى ابتسامتكم. حلو حبيبتي، خلي لي اياك يا رب. سلمك محمد، مو بس العنف في الأطفال، يعني صار العنف حتى بالكبار، ما أدري ايش ياكلون الأوادم اللي يروحون حتى بالمجمعات يتهاوشون. سبحان الله. ورونا التقرير. شكرا.